الأخبار إلى فقرتنا الأخيرة، راح نتكلم فيها عن موضوع إيجابي شوي خصوصا للسيدات. يعني كان حظر التجول لهم أزمة صراحة، ما في صوالين، ما في عيادات تجميل. طيب اللي تعرف كيف تهتم في نفسها لوحدها صراحة أتوقع هذه اللي فازت في هذه الفترة، لكن في بنات كثير ممكن ما يعرفوا كيف ممكن يحافظوا على بشرتهم، يستغلوا هذا الوقت يحافظوا على شعرهم. فراح نقدم لكم نصائح تجميلية مع دكتور ريهام الحيدري معنا عبر سكايب. مساء الخير دكتورة ريهام. مساء النور وأهلا وسهلا فيكم، ويا مرحبا بسعد شباب وفيك يا لميا. حبيبتي في البداية يعني بنعرف إيش اللي يرهق أكثر شيء بشرة السيدات، هل هو المكياج فقط ولا في عوامل ثانية؟ المكياج عامل من العوامل الأساسية اللي ترهق البشرة، والآن في فرصة نحن بنتخلص من الميك اب هذه الفترة نقدر نريح بشرتنا، ولكن في أكثر من عامل، في النوم المتقطع، في أحيانا الاستخدامات الخاطئة لبعض المنتجات أو الكريمات، فبالتالي تنتكس البشرة بشكل أكبر، ففي أكثر من عامل يساعد على انتكاس البشرة، والإرهاق، قلة الأكل، الأكل الملخبط، هذا كله برضو بيساعد على إرهاق البشرة ومشاكل وعيوب البشرة أنها تظهر معنا. صحيح، أكيد بيمر عليك الكثير من المشاكل في العيادة، هل برأيك الإهمال هو غالبا يكون السبب الرئيسي في كل مشاكل البشرة أو لا؟ تبغي الصراحة الاثنين، أحيانا العناية الزايدة عن اللزوم، صح، مثلا كل يوم صح. تحط ماسك في البيت، كل يوم تخبص، كل يوم تجرب منتج، فبالتالي تجيني بشرتها منتكسة، وهي حرام بتدفع فلوس كثير وبتحاول بس تحسيها ما هي موجهة بشكل صحيح، فبالتالي بشرتها منتكسة وتعبانة، يعني زي ما نقولك كده بالمثل، جاتك حلا عمتها. صحيح، وأحيانا لا لا واحيانا لا تكون فعلا في يعني خصوصا في مرحله الثلاثينات، وبعد تكون في فتره تربيه اطفال وعنايه وعمل ودوام، فهذه الفترات تحسي انها فعلا بتهمل بشرتها بشكل فوق ما تتخيلي. طب هل بالاضافه الى طبعا ميك اب في الخروج، ميك اب اي حاجه ندسه، فتجينا البشره تعبانه ومرهقه جدا. طب هل تتفقي معي بأن هذه الفترة لها إيجابية رائعة لبشرة السيدات؟ لأنه خلاص ما صار في طلعات ولا صار في مكياج إلا أنا. فوق ما تتخيلي يا لميا، الآن عندك 3 أسابيع ما في تعرض للشمس بشكل كبير، تقدر تنام وتاخذ قسط من النوم والراحه مره كويس، تقدر تاخذ ماسكاتها، الان برامج او الابلكيشنز كلها بتوصل كريماتها، تقدر تعمل اعشاب او خلطات طبيعيه من المطبخ بسيطه بدون يعني بدون عك زي ما بيقولوا، نقدر نوصل لبشره رائعه وفرصه بالعكس انه الان ما في اي التزامات او زيارات، فتقدر تنجز يعني وتتعدي مراحل مره كثير كانت ممكن وقت بعد كده تاخذ معاها فتره اطول. جميل، طب دكتوره ريهام قولي لي يعني افضل الماسكات او الخلطات العلاجيه اللي ممكن البنات والسيدات ايضا يسووها من المنازل. والله شوفي، موضوع الخلطات بيعتمد كثير على نوعيه البشره. فلنفرض نقول لو البشرة مثلا فيها حب شباب، يفضل أي ماسك نحط أو تستخدمي يكون خالي من الزيوت، يعني ما نستخدم ماسك يكون فيه زيت لوز، فيه زيت مر. ممكن البشرات المعرضة لحب الشباب نستخدم مثلا الخيار المبشور، موية الخيار مع شوية شوفان، أشياء معروفة إنها هي مضادة للأكسدة وتساعد البشرة، بس في نفس الوقت ما تستخدم أشياء ممكن تضر بشرتها وتنتكس معها. بالنسبة مثلا البشرات الجافة، أي ماسك مثلا نقدر نقول شوية مثلا عسل ولوز، شوية زيت لوز، هذه الأشياء برضو مغذية جدا لسحبات البشرة الجافة، بس إنه زي ما قلت لك نكون عارفين نوع بشرتنا ونستخدم الماسك المناسب 20 دقيقة مرة واحدة في الأسبوع مش كل يوم. حلو، في الفترة الأخيرة قمت بالتوعية من خلال منصات السوشيال ميديا، يعني بنعرف أهم المواضيع اللي حاولت أنك توعي البنات والشباب فيها.
هذه الاشياء في سنابي الخاص بديت او في الانستغرام عبر وسائل التواصل الاجتماعي بديت اختار المواضيع الخاصه بالحجر المنزلي. الناس اللي بدت الليزر والان توقفت عن الليزر كيف تتعامل مع بشرتها او مع شعرها مع شعر الجسم، الخلطات الثلاثيه او الخلطات الموجوده بتستخدم للتفتيح، يخلوا بالهم من موضوع الطبيخ والتعرض للشمس، ايش الاشياء المتداوله الان وايش الاثار الجانبيه وايش الافضل او الحلول المناسبه من الراي الطبي. الله عليك والله، يعني ما احكي لك عن وضعنا بدون عيادات التجميل. مره يعني انا اول شيء راح اسويه اتوقع بعد انتهاء هذا الفيروس ان شاء الله راح اروح عياده على طول، ما فيها كذا. طبعا يعني انت متخيله الان، يعني انا كل يوم قبل الحظر كنت اروح والم العياده اقول لهم انا حسوي جلساتي في البيت ما اقدر استنى كثير. يعني فالله يعين يا رب نعدي هذه الازمه على خير. آمين. ونقدر الان بابسط الامور وبالكريمات وبالاشياء المنزليه نعدي شوط كبير ونتفائل ان شاء الله والجاي افضل باذن الله. اكيد باذن الله. شكرا لك دكتوره ريهام الحيدري اخصائيه الامراض الجلديه والتجميل. وبكذا مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا، واقول لكم في امان الله اشوفكم غدا على خير.